الأبعاد الاجتماعية المعنية بالدعم كانت واسعة، هي اللي كتشكل الغالبية، تقريبا 900 ألف من المستجرين في إطار سي إن إس إس، 2,300,000 من الحاملين بطاقة الرميد، 2 مليون من القطاع الغير المهيكل، ثم 800,000 الذين تقدموا بشكاية واستجيب لها، المجموع هو 6 ملايين. القطاع الغير المهيكل في بلادنا وجدنا أنه تقريبا 2 مرات العدد ديال الناس المسجلين في إطار القطاع المهيكل، زيادة من 2 مرات، زيادة من 2، يعني هي تقريبا 4,300,000. إذا كبلد، واحد من الدروس، وتعيش نقول سؤال التنمية ديال ما بعد كورونا خصو يتبنى على الدروس ديال هاد المرحلة، وأول درس وقفنا عليه وهو الحجم ديال الهشاشة الاجتماعية أو الفئات اللي عندها واحد دخل ولكن يلا كيكفيها باش كما كيقولوا المغاربة دوز الشهر ديالها. في أي لحظة كتنتقل من هي فضعية هشاشة وكتنتقل لوضعية ديال الفقر، وكتبني فضعية يعني البحث عن من يتكفل بها. الحمد لله بلادنا، وهذا واحد كما قلت من الدروس، المنظومة ديال الدعم العمومي بالفعالية ديالها، الإدارة المغربية اعتمدنا على الداس ديالنا، على القدرات اللي عندنا، على الإمكانات اللي عندنا، والحمد لله نقدر نقولوا كانت نتائج في العموم إيجابية. ما زالت واحد العدد ديال الفئات اللي عندها شكايات نأمل أن تتم المعالجة ديالها في القائم، مع الإشارة أن بعض الإخوة اللي كيسولوا على الدفعة الثالثة ديال الدعم واش كاينه، راه كاينه، راه رئيس الحكومة سبق ليه وأعلن على هذه المسألة. مع الإشارة أن بعض الإخوة اللي كيسولوا على الدفعة الثالثة ديال الدعم واش كاينه، راه كاينه، راه رئيس الحكومة سبق ليه وأعلن على هذه المسألة. مع الإشارة أن بعض الإخوة اللي كيسولوا على الدفعة الثالثة ديال الدعم واش كاينه، راه كاينه، راه رئيس الحكومة سبق ليه وأعلن على هذه المسألة.